هذا ما قرره أرباب الحمامات في ظل الاستنفار الوبائي بالمغرب. تدارس المكتب الوطني للجامعة الوطنية لجمعية أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات أول أمس الثلاثاء حالة الاستنفار الوبائي التي تعرفها ربوع المملكة. نداء أصدره رفاق ربيع أعشى بالمناسبة أكد أنه أمام الوضع المريب وتفاديا لما من شأنه المساس بصحة المواطنين ولما تحقق من إنجاز تمثل في محاصرة ومحاربة انتشار الوباء واستشعارا كذلك للمسؤولية الملقاة على عاتق الجامعة تشيد هذه الأخيرة بكافة أرباب الحمامات احترام البروتوكول الصحي المسطر من طرف الجهات الوصية مع أخذ المزيد من الاحتياطات لإنجاح محاربة الوباء. النداء أضاف كذلك أنه استجابة بروح المسؤولية تهيب الجامعة بكل أرباب الحمامات العمل على حث كافة المنتسبين للحمام التوجه إلى مراكز التلقيح وتلقي جرعة التلقيح فوراً.